بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الرياضيات. درس النهاردة الدرسين الثامن والتاسع، المضاعفات وميم ميم ألف. ميم ميم ألف يعني المضاعف المشترك الأصغر. مضاعفات العدد 2، المضاعف المشترك لجميع الأعداد صفر، يعني أي مضاعفات لازم أبدأ بالصفر. إحنا خدنا العامل المشترك لجميع الأعداد كان الواحد الصحيح. المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو الصفر. يبقى لما نجيب مضاعفات الاتنين هنقول صفر، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16. دي مضاعفات العدد 2. ممكن أجيبها بجدول الضرب. أقول 0 في 2 بصفر، 1 في 2 باتنين، 2 في 2 بأربعة، 2 في 3 بستة، 2 في 4 بثمانية، 2 في 5 بعشرة، 2 في 6 باتناشر، 2 في 7 بأربعتاشر، 2 في 8 بستاشر، وهكذا. مضاعفات العدد 3 بنفس النظام، ممكن أقول 0 3 وإيه ونعمل بالعد القفزي تلاتات أو بجدول الضرب. مضاعفات العدد 3، 0 3 6 9 12 15 18 21 24، وممكن نكمل كمان اكتر من كده. مضاعفات العدد 4 العد القفزي، بالعد القفزي او بجدول الضرب، 0 4 8 12 16 20 24 28 32. مضاعفات العدد 5 جدول الخمسة، 0 5 10 15 20 25 30 35 40. اكتب حسب المطلوب. المطلوب اول خمس مضاعفات للعدد 6 بدءا من العدد 6، يعني مش هنكتب الصفر، هنبدا بال6. 1 في 6 ب6، 2 في 6 ب12، 3 في 6 ب18، 4 في 6 ب24، 5 في 6 ب30. يبقى اول خمس مضاعفات للعدد 6 6 12 18 24 30. السؤال اللي بعده عايزين برضو خمس مضاعفات للعدد 10، يبقى 10 20 30 40 50. خمس مضاعفات للعدد 7، يبقى 7 14 21 28 35. ضع خط تحت مضاعفات الأعداد الآتية. العدد 9، مضاعفات العدد 9، شوف جدول الضرب، 18 مش موجود في جدول التسعة، 99 9 في 11 يبقى 99 صح، 49 مفيش عدد يتضرب في 9 يديني 49، طب 18 2 في 9، 28 مش موجودة في جدول التسعة، 27 3 في 9، ال 36 4 في 9، ال 91 مش موجودة في جدول التسعة. العدد 8، ال 16، ال 16 2 في 8، ال 20 مش موجودة في جدول التمانية، ال 48 6 في 8، ال 18 مش موجودة في جدول التمانية، 28 مش موجودة في جدول التمانية، ال 24 3 في 8، 32 4 في 8، وال 42 مش موجودة في جدول التمانية. العدد 11، مضاعفات العدد 11 لغاية 99 الأحاد والعشرات بيكونوا شبه بعض، يعني 11 22 33 44 55 66 وهكذا. يبقى أول عدد بيقابلني ال 22، 2 في 11، 55 5 في 11، ال 45 مش موجودة، ال 44 4 في 11، ال 70 مش موجودة، ال 99 9 في 11، وال 101 مش موجودة في جدول ال 11. اشترى خالد صناديق من اللبن، كل صندوق به 8 عبوات من اللبن، أكمل الجدول. عدد الصناديق عدد العبوات. الصندوق الواحد فيه 8، طب الصندوقين نضرب 2 في 8 ب 16. طب التلاتة، تلاتة في تمانية باربعة وعشرين، أربعة في تمانية 32، خمسة في تمانية 40، ستة في تمانية
8 واربعين، 7 في 8 56، 8 في 8 64، 8 في 9 72، و 8 في 10 بـ80. اشترت بسمة عدد كيلوغرامات من التفاح. سعر الكيلوغرام من التفاح 12 جنيها. اكمل الجدول. عدد الكيلوغرامات والسعر بالجنيه. الكيلو بـ12. طب ال 2 كيلو نضرب 2 في 12 بـ24، 3 في 12 36، 4 في 12 48، 5 في 12 60، 6 في 12 72، 7 في 12 84، 8 في 12 96، 9 في 12 108، و10 في 12 ب120. المضاعفات المشتركة بين عددين. أولا باستخدام خط الأعداد. أوجد المضاعفات المشتركة للعددين 2 و 3 باستخدام خط الأعداد. خط الأعداد بيبدأ من الشمال 0 إلى ما لا نهاية. عايز مضاعفات ال 2 و 3. هجيب الأول مضاعفات ال 2. 2 4 6 8 10 لغاية 30. مضاعفات ال 3 يبقى 3 6 9 12. مضاعفات ال 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. مضاعفات العدد 3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30. نجيب المضاعفات المشتركة. احنا قلنا الصفر مضاعف مشترك لجميع الأعداد. بعد كده عندي الستة مضاعف مشترك، ال 12 مضاعف مشترك، ال 18 مضاعف مشترك، ال 24 مضاعف مشترك، وبعدين ال 30. يبقى المضاعفات المشتركة 0 6 12 18 24 30. المضاعفات المشتركة بين عددين. ثانيا باستخدام مضاعفات العدد. أوجد المضاعفات المشتركة للعددين 5 و 3. أولا مضاعفات العدد 5 0 5 10 15 20 25 30. مضاعفات العدد 3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30. المضاعفات المشتركة الصفر أول مضاعف مشترك، الخمستاشر، التلاتين. يبقى المضاعفات المشتركة صفر، خمستاشر، تلاتين. ميم ميم ألف اللي هو أصغر مضاعف بعد الصفر، الصفر ما بتحسبش. بعد الصفر أصغر مضاعف كام؟ خمستاشر. ثالثا باستخدام مخطط فين. أوجد المضاعفات المشتركة للعددين 9 و 6. مضاعفات العدد 9 9 18 27 36 45 54. مضاعفات التسعة يعني 1 في 9 ب 9، 2 في 9 ب 18، 3 في 9 ب 27، 4 في 9 ب 36، 5 في 9 45، 6 في 9 ب 54. نجيب مضاعفات العدد 6. 1 في 6 ب 6، 2 في 6 ب 12، 3 في 6 ب 18، ال 18 موجودة، 4 في 6 ب 24، 5 في 6 30، 6 في 6 ب 36 موجودة، 6 في 7 ب 42، 6 في 8 48، 6 في 9 54 موجودة. يبقى المضاعفات المشتركة بتبقى في النص. ال 18 مضاعف مشترك لل 9 وال 6. ال 36 مضاعف مشترك لل 9 وال 6. ال 54 مضاعف مشترك لل 9 وال 6. يبقى المضاعفات المشتركة عندنا 3 مضاعفات. 18 36 54. أصغر مضاعف فيهم كام؟ 18. يبقى هو ده ميم ميم ألف. يبقى ميم ميم ألف للعددين 9 و 6 هي العدد كام؟
18. اوجد ميم ميم ألف للعددين 21 وخمسة وتلاتين. هنشتغل بطريقة الشجرة. 21 بتساوي 3 في 7، 35 بتساوي 5 في 7. يبقى العوامل الأولية للعدد 21 3 في 7، العوامل الأولية للعدد 35 5 في 7. نلاحظ في العوامل الأولية لازم كل عدد يبقى في بيته، السبعة في بيت السبعة مع بعض، السبعة مع السبعة. الخمسة مفيش خمسة تبقى فوقها فاضية، التلاتة مفيش تلاتة يبقى تحت فاضية. يبقى المضاعف المشترك الأصغر اللي هو ميم ميم ألف، هاخد من كل عمود رقم واحد، يعني الخمسة هاخد الخمسة، والسبعة هاخد سبعة واحدة، والتلاتة هاخد تلاتة واحدة. يبقى ميم ميم ألف هضرب خمسة في سبعة في تلاتة، خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين، خمسة وتلاتين في تلاتة بمية وخمسة. يعني لو عايز عين ميم ألف كنا خدنا السبعة، إنما ميم ميم ألف كل عمود باخد منه رقم واحد. اوجد ميم ميم ألف للعددين اتنين وتمانية. الاتنين بتساوي كام؟ بتساوي اتنين بس، ده عدد أولي. طب والتمانية؟ اتنين في اتنين في اتنين، ونحطهم تحت بعض. عايز ميم ميم ألف كل عمود هاخد منه رقم، العمود الأول الاتنينات هاخد واحدة بس، العمود التاني اتنين، والعمود التالت اتنين. يبقى ميم ميم ألف اتنين في اتنين في اتنين بيساوي تمانية. يبقى ميم ميم ألف لعددين اتنين وتمانية بيساوي تمانية. اوجد ميم ميم ألف للعددين ستة واتناشر. الستة بتساوي اتنين في تلاتة، والاتناشر اتنين في تلاتة في اتنين. يبقى العمود الأول اتنين، والعمود التاني تلاتة، والعمود التالت اتنين. يبقى ميم ميم ألف هتساوي اتنين في تلاتة في اتنين، الإجابة اتناشر. صل ما يأتي. مضاعف مشترك للعددين تلاتة وسبعة. هنقول تلاتة في سبعة بواحد وعشرين، لأن التلاتة عدد أولي والسبعة عدد أولي. ميم ميم ألف للعددين خمسة وتمانية. خمسة في تمانية بأربعين، لأن الخمسة عدد أولي بس التمانية مش عدد أولي، والخمسة مش موجودة في التمانية، يعني ما ينفعش أقول خمسة في كام بتمانية. يبقى في الحالة دي أنا هضربهم في بعض، خمسة في تمانية بأربعين. مضاعف للعدد تسعة. مضاعفات العدد تسعة الواحد وتمانين، لأن تسعة في تسعة بواحد وتمانين. عدد من مضاعفاته العدد خمسين، العشرة، لأن عشرة، عشرين، تلاتين، أربعين، خمسين. ميم ميم ألف للأعداد تلاتة واتنين وخمسة. عايز ميم ميم ألف، يبقى بنضرب الأعداد الأولية ببعض، اتنين في تلاتة بستة، خمسة في ستة بتلاتين. إن شاء الله الدرس القادم عوامل أم مضاعفات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.